بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية من قناة عمان الرياضية. مرحبا بكم إلى برنامج عناوين وتجوال متجدد في عناوين الصحافة، نبدأه بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يتقدم ببطء في التصنيف الدولي. جماهير الكرة السعودية تتحرى الهلال في مسقط. توجت بلقب تونس، النبهانية تهدي الوطن إنجازا جديدا في يوم المرأة العمانية. ليالي الشغف في البرنابيو تعود للواجهة، السبيرز يتحدى الريال. ومانشستر سيتي ونابولي في أمسية أوروبية ساحرة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ محليا، حيث تقدم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر الصادر أمس الاثنين مركزين، ليكون تصنيفه العالمي 110، حيث تحدد من خلاله المستويات الأربعة التي سيعتد بها قبل إجراء قرعة نهائيات كأس العالم روسيا 2018 في الأول من ديسمبر القادم. صحيفة عمان أشارت إلى تقدم المنتخب تحت عنوان المنتخب يتقدم مركزين في التصنيف الدولي، ويأتي هذا التقدم برصيد 300 نقطة مضيفا لرصيده 8 نقاط بعد الفوز على المالديف بتصفيات كأس آسيا. وعلى الصعيد القاري واصلت إيران هيمنتها برصيد 784 نقطة في المركز الرابع والثلاثين عالميا، ثم أستراليا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات وأوزبكستان وسوريا والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والهند، ثم منتخبنا الوطني الذي سيضيف لرصيده 50 نقطة في حال الفوز على بوتان قبل صدور التصنيف القادم في 23 من نوفمبر 2017. علمت صحيفة الشبيبة عبر مصادرها المطلعة أن الهولندي بيم فيربيك مدرب منتخبنا الوطني الأول قرر عدم خوض أي لقاء ودي قبل مواجهة بوتان في 14 من نوفمبر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لتصفيات أمم آسيا الإمارات 2019، لتخرج الصحيفة بعنوان فيربيك يرفض لقاء وديا. وصرف فيربيك النظر عن خوض أي مباراة تجريبية بالرغم من بعض الدعوات التي تسلمها الاتحاد العماني لكرة القدم في الفترة الفائتة، حيث أن معظم المنتخبات ستعيش في فراغ بسبب انتهاء تصفيات كأس العالم 2018 في معظم قارات العالم، وأيضا عدم وجود استحقاقات رسمية في الوقت الجاري، والكثير من المنتخبات أيضا في مرحلة إعادة بناء. وتمسك فيربيك بقراره نظرا لحاجة اللاعبين إلى مزيد من الاستشفاء بدلا من خوض مباراة ودية، وسيكتفي بتدريبات عبر معسكر في مسقط. ترى صحيفة عمان أن الهولندي بيم فيربيك حقق المطلوب والهدف الأول الذي من أجله جاء التعاقد معه، كما استعرضت الصحيفة مشوار فيربيك مع المنتخب حتى اللحظة من خلال هذا التقرير. نتابع. في الأول من يناير بدأ عقد المدرب الهولندي بيم فيربيك لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد أن أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم التعاقد لمدة عامين، وجاء توقيع العقد والكشف عن تفاصيله في المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد السيب الرياضي بحضور الدكتور جاسم شكيلي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم. وقد عبر فيربيك عن الثقة التي أولوها له لتدريب المنتخب العماني للمساهمة في إعادة المنتخب إلى سابق عهده. وقال فيربيك: لدي المعرفة التامة بوضع الكرة العمانية، ولكنني أحتاج للوقت لدراسة اللاعبين لكي نستطيع أن ننجح في آسيا، وأعرف ماذا أحتاج للمنافسة. وفي الرابع من يناير عقد بيم فيربيك اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري المساعد بمقر الاتحاد. بعدها وصل في الثاني من يناير إلى السلطنة لاستلام زمام التدريب في المنتخب وليبدأ مشواره مع الكرة العمانية. دخل أغسطس وبدأ العد التنازلي لتحضيرات معسكر النمسا، حيث المعسكر الخارجي الذي سعى فيربيك من خلاله الدفع بالوجوه الشابة مع استبعاد مجموعة من الأسماء. في 10 من أغسطس صدر تصنيف الفيفا وتراجع معه منتخبنا الوطني رغم عدم تسجيل أي لقاءات، حيث حل في المركز 119. وبعد وصول البعثة وتجاوز العقبات التي صاحبت معسكر النمسا، نجح اتحاد الكرة في برمجة 5 لقاءات ودية في المعسكر الخارجية. وفي 23 من الشهر ذاته أنهى المنتخب معسكر النمسا بنجاح من خلال الفوز في أولى التجارب على نادي فولفسبورغ النمساوية بخمسة.
الحماسية النظيفة قبل أن يخسر تجربته الثانية أمام نادي أودينز الإيطالية بهدف نظيف، ثم عاد وخسر التجربة الثالثة أمام نادي الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ليختتم تجربته الودية بتفوق على نادي غوريكا السلوفينية بثلاثة أهداف نظيفة. وبعد العودة من النمسا خاض منتخبنا الوطني لقاء وديا مع منتخب أفغانستان، حيث تمكن منتخبنا من كسر حاجز الدفاعات الصلبة التي فرضها منتخب أفغانستان في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث تمكن منتخبنا الوطني من الفوز بهدفين دون مقابل. في 10 أكتوبر الجاري أعلن رسميا تأهل المنتخب لنهائيات أمم آسيا بعد أن بلغ النقطة 9 في مجموعته، حيث تمكن من أن يفوز خلال هذه الجولة على منتخب المالديف في جولة الإياب، وقبل لقاء بوتان خلال الشهر القادم أو اللقاء الحاسم في شهر مارس أمام منتخب فلسطين. واليوم 16 أكتوبر يصدر تصنيف الفيفا والذي من المتوقع أن يرتفع فيه تصنيف منتخبنا الوطني، حيث تشير البيانات والحسابات إلى بلوغ منتخبنا الوطني الترتيب 110 في تصنيف الفيفا، لينتقل المنتخب الوطني من 118 في يناير وهو موعد استلام بين فيربيك زمام المنتخب إلى 110 مع بلوغ نهائيات أمم آسيا بالإمارات 2019، حيث حقق بين فيربيك المطلوب وتأهل وساهم في الصعود بثمانية مراكز في ترتيب الفيفا العام. يجري منتخب الشباب تجربة ودية اليوم أمام فريق نادي الوسطى، وذلك في آخر التجارب الودية قبل المغادرة إلى قيرغيزستان في 24 من الشهر الحالي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا. صحيفة عمان اعتبرت هذه هي البروبة الأخيرة للأحمر الشاب، فعنونت في آخر التجارب بمسقط الشباب يلاقي الوسطى اليوم. مباراة اليوم أمام نادي الوسطى هي الأخيرة في مسقط بعد سلسلة التجارب التي أجراها المنتخب آخرها في البطولة الودية التي أقيمت في مسقط، وأحرز المنتخب المركز الثاني بعد منتخب مصر، حيث خسر المباراة الأولى بهدف وفاز على سوريا بالنتيجة نفسها، كما لعب أمام الأردن ومصر في القاهرة والإمارات في بداية الإعداد. وسيجري المنتخب تجربة ودية مع أحد الأندية في قيرغيزستان قبل انطلاق التصفيات الآسيوية التي يتطلع فيها المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية. اختتم صباح أمس مهرجان الظافر الرابع لسباقات الهجن العمانية الأصيلة لسن الحقائق الذي أقيمت فعالياته على ميدان الأبيض لسباقات الهجن. صحيفة الرؤية حضرت حفل الختام فخرجت بعنوان فهر بن فاتك يرعى ختام مهرجان الظافر للهجن على ميدان الأبيض. وحظي السباق برعاية من قبل صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد وبحضور الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن وعدد كبير من ملاك ومضمري الهجن في مختلف محافظات السلطنة وعدد من الأشقاء من دول مجلس التعاون. كشف اتحاد الفروسية ظهر أمس في قاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية برنامجه السنوي لمختلف الأنشطة والفعاليات التي يصل عددها إلى 54 مسابقة ورياضة ستقام الموسم الحالي. صحيفة عمان رصدت المسابقات المنتظرة فعنونت قفز الحواجز وسباق العرضة والتقاط الأوتاد والقدرة والتحمل تتصدر المسابقات. وتطرق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الفروسية إلى سباقات القدرة والتحمل والتي ستقام هذا العام من خلال 8 سباقات متنوعة المسافات، والتي بدأت يوم الخميس الماضي في السباق التأهيلي لمسافة 40 كيلومترا إلى 80 كيلومترا، والذي كان ناجحا بكل المقاييس وفق ما خطط له من الجانب الفني والإداري، حيث اجتاز هذا السباق 29 خيلا من أصل 31 خيلا. توجت اللاعبة فاطمة النبهانية بلقب بطولة تونس الدولية للتنس للمحترفات إثر فوزها على المصنفة الأولى بالبطولة البلغارية تسيليلا شينكوفا بمجموعتين دون رد وبواقع أشواط 6-3 و6-1. صحيفة الشبيبة تابعت إنجاز النبهانية فعنونت النبهانية تتوج بلقب بطولة النساء المحترفات في تونس. وخاضت النبهانية لقاء الختام برغبة كبيرة نحو التتويج باللقب،
وكانت حاسمة في ضرباتها ولعبت بتركيز عال مكنها من كسب الأشواط، وبهذا اللقب تكسب النبهانية نقاط البطولة الدولية، وهو الأمر الذي سيساهم في تعديل تصنيف اللاعبة العمانية. وتواصل النبهانية العمل من أجل كسب الخبرة بالتنافس مع لاعبات دوليات لتعزيز موقعها في التصنيف الدولي للتنس. دشن معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية أمس مشروع إرساء نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 بالتعاون مع مكتب الصيرة للاستشارات الإدارية والاقتصادية. صحيفة الرؤية تابعت فعنونت: الشؤون الرياضية تدشن نظام إدارة الجودة للارتقاء بالخدمات. ويتضمن المشروع أربع من أجل أو مراحل أساسية، هي الإعداد والتحضير والتقييم والتشخيص والتوثيق ومرحلة إرساء نظام إدارة الجودة والاستعداد للترقيق الداخلي. ولكل مرحلة منها أهداف ومخرجات يمكن تقييمها من خلال مؤشرات متعلقة بها. وتتضمن مرحلة الإعداد والتحضير اللقاء بالمسؤولين في الإدارة العليا لشرح خطة العمل وآليات التنفيذ المقترحة. وتتضمن المرحلة أيضا برامج لإكساب العاملين بنطاق مشروع ومفاهيم ومتطلبات المواصفة القياسية الآيزو. انتظم لاعبو منتخبنا لكرة القدم الشاطئية أمس في معسكر تدريبي داخلي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري في مجمع السلطان قابوس الرياضي، استعدادا للمشاركة في بطولة الصين الدولية. صحيفة عمان تابعت تحضيرات المنتخب فعنونت: منتخب الشواطئ ينتظم في معسكر داخلي استعدادا لدولية الصين. وتقام البطولة في الفترة من 8 حتى 16 نوفمبر القادم بمشاركة منتخبنا الوطني ومنتخب أفغانستان ومنتخب ماليزيا والمنتخب الصيني المستضيف. واستدعى مدرب منتخبنا طالب بن هلال الثانوي 13 لاعبا انتظموا بالتدريبات وسط إصرار وعزيمة على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. سيكون مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مسرحا لمواجهة سعودية إيرانية جديدة مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وفاز الهلال على بيروز الإيراني في لقاء الذهاب الذي أقيم في أبوظبي 4 أهداف للا شيء، ما يمهد الطريق أمامه لبلوغ النهائي. صحيفة الرؤية من جهتها تابعت المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم أمس فعنونت: الهلال السعودي يطمح في بلوغ نهائي آسيا على حساب بيروز الإيراني. وقال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي: أشكر الجماهير العمانية على حفاوة الاستقبال ونعدهم بعرض يحظى بإعجابهم ويرضي تطلعاتهم. وأضاف: الأمر ما زال معلقا، تفوقنا في الشوط الأول 4 أهداف ونأمل في فوز جديد يقودنا للنهائي الآسيوي الكبير، نحن مستعدون بشكل جيد. ومن جانبها حذرت صحيفة الرياض السعودية من مغبة اتكال الهلال على نتيجة الذهاب، فالكرة لا تؤمن جوانبها، وتخشى الصحيفة أن تقود الثقة الزائدة أبناء الهلال للخروج من البطولة في رومونتادا جديدة. نتابع. بين الهلال ممثل كرة الوطن الوحيد في دوري بطولة الأندية أبطال الدوري في آسيا خطوة ليست بسهلة وأيضا ليست صعبة، تتمثل في مواجهة الإياب أمام بيروز الإيراني اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط، وتأكيد التأهل أولا إلى نهائي كأس القارة الصفراء واستعادة اللقب الكبير. الهلال أبلى بلاء حسنا في مواجهة الذهاب بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وحسم المواجهة مستوى ونتيجة، لكنه لعب شوطا وتبقى شوط الحسم الثاني اليوم في مسقط، ويلعب الزعيم المباراة بفرص عدة، لكن عالم كرة القدم ومفاجآته وإسقاط الضعيف للقوي لا يعترف بأي توقعات وفرص وأفضلية مسبقة. والأمور تبدأ مع انطلاق صافرة الحكم أحمد الكاف، والميدان هو الحكم بعد أن أثبتت التجارب أن الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب لا يضمن التفوق إيابنا. وهذه حدثت للهلال نفسه عندما هزم الغراف القطري في البطولة ذاتها بنتيجة 3-0 وذهب إلى الدوحة للعب مباراة العودة، ودخل نجومه الملعب بثقة مفرطة على ذكرى الفوز في الإياب ليرد له الغراف الثلاثية، وكادت المباراة تفلت من أقدام لاعبيه لولا التوفيق الذي لاسم ياسر القحطاني
القحطاني وعيسى المحياني آنذاك. والحادثة تكررت أيضا مع غوانزو شنغهاي الصينيين في النسخة الحالية، لذلك المطلوب من إدارة الهلال والجهاز الفني إعداد اللاعبين نفسيا بشكل يتوافق وظروف المباراة وما هو مطلوب منهم، ومنح الفريق الإيراني حقه من الاحترام، خصوصا أنه خصم عنيد وقوي ويمتلك كل مقومات العودة في هذه المباراة، كما أن لاعب الهلال لا عذر لهم، فالكل يقف خلفهم ويدعمهم بقوة إعلام وجماهير. وقبل ذلك القيادة يحفظها الله واهتمام وحرص المسؤول الأول عن الرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الذي وقف مع الفريق وصرف مكافآت فوز للمباريات الماضية ووعد ب100,000 ريال لكل لاعب في حال تجاوز بيروزي وتكرار التفوق عليه والتأهل إلى النهائي. وهذا المؤمل من فريق كبير يحمل لواء تمثيل الكرة السعودية ويمتلك الكم الأكبر من نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذين يتمتعون بإمكانيات فنية عالية، وينتظر الوطن انتصارهم الليلة لتكون الكرة السعودية على موعد مع فرح جديد وتطلع كبير لاستعادة بطولة الأندية الآسيوية بعدما غابت عنها لفترة طويلة لا تناسب الدعم الكبير والإمكانيات العالية للرياضة والأندية السعودية. أما من يقول أن المباراة محسومة سلفا على اعتبار الانتصار الكبير فهو لا يخرج عن أحد أمرين، أما محاولة تخدير لاعب الهلال والتأثير عليهم من خلال الثقة المفرطة أو أنه لا يعرف مفاجآت كرة القدم وغدرها في أندية ومنتخبات كبيرة دخلت مبارياتها وهي ضامنة للفوز ولكنها وجدت نفسها تغادر البطولات وسط حسرة كبيرة على سوء التعامل والخروج من المنافسة. وفي المؤتمر الصحفي للمدرب دياز خام الصحفي الإيراني ميلاد عازمي بسؤال المدرب: هل طلبت من خريبين أن يحصل على بطاقة صفراء مع منتخب بلاده حتى يتفرغ ويكون جاهزا للهلال؟ صحيفة الجزيرة السعودية اعتبرت السؤال مضحكا فعنونت: صحفي إيراني بسؤال مضحك يريد التأثير على خريبين. والسؤال رد عليه دياز بأن خريبين لاعب محترف ولا يمكن أن يقبل بذلك ولا يمكن للمدرب أن يوجه تعليمات كهذه. الصحفي ميلاد واجهته الجزيرة بسؤاله: قلنا له بأن السؤال لا يدل على الاحترافية وهو سؤال تبحث من خلاله للتأثير على اللاعب. فقال ميلاد بأنه قرأ في الإعلام العربي مثل هذه المواضيع وبعد ذلك قال: من حقي أن أطرح أي سؤال. بانتظار المتعة في هذه المباراة التي تحتضنها مسقط هذا المساء. فاصل قصير نتحول بعده من خلاله أو معكم من خلاله في استعراض سريع لأبرز عناوين الصحافة العربية. نجدد لكم التحية ونبدأ تصفحنا للصحافة العربية من العراق، حيث تنتظر منتخب ناشئي العراق لكرة القدم مواجهة نارية مع نظيره المالي ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما والتي تستمر مبارياتها حتى يوم 28 من تشرين الأول الحالي. ليوث العراق على موعد مع كتابة تاريخ جديد، هذا ما أشارت إليه صحيفة المدى فعنونت: إنجاز تاريخي بانتظار ليوث الرافدين في جوا.
وقال مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم قحطان قثير في تصريح للمدى إن لاعبيه يبحثون عن فرصة تحقيق انتصار تاريخي جديد في مدينة جوا الهندية بحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة من خلال تجاوز عقبة المنتخب المالي في لقاء مصيري لا يتحمل الخسارة، فالخاسر سيودع المنافسات في حين سيضمن الفائز مواصلة رحلته في البطولة، وسيلتقي الفائز من مباراة غانا والنيجر التي ستقام يوم غد الأربعاء. شدد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على أن حملة تنظيف الرياضة السعودية ستتواصل، ولن ينجو كل من تورط في أي قضية فساد أو تشويه للرياضة السعودية، وعلى الكل أن يتحمل عاقبة تلك التجاوزات التي ظهرت كائنا من كان. صحيفة الجزيرة أشارت إلى تصريحات آل الشيخ فخرجت بعنوان تركي آل الشيخ متحدثا عن قضايا الفساد المنظورة، الجريني تجاوز الهيئة وجميع الجهات المعنية وكذب ودلس لدى الاتحاد الدولي وأساء للمملكة، حيث أبدأ آل الشيخ استغرابه الشديد لما أقدم عليه سلمان الجريني أمين عام نادي النصر من كذب وتدليس على بلده لدى الاتحاد الدولي فيفا من أجل إخراج ناديه من ورطة المديونيات التي عليه. وأشارت الصحيفة وواصلت حديثها عن هذا الموضوع وقالت إن إقدام القريني على إرسال خطاب للفيفا بتوقيعه متجاوزا الهيئة وجميع الجهات المعنية ويوجه فيه إساءة وتشويها لسمعة المملكة مليء بالاتهامات للدولة وإقحام مجلس الوزراء السعودي، وأنه يحاول إدخال الخصخصة وتجميد الحساب البنكي للنادي، وعرض بعض ممتلكات نادي النصر أو عرض بعض ممتلكات نادي النصر بالمزاد العلني، وهو ما يمثل إساءة للمملكة عالميا وتلفيق تهم أخرى وتشويها أيضا لصورة السعودية لدى الاتحاد الدولي. تراجع منتخب الكويت لكرة القدم إلى المركز 186 عالميا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليصل إلى أسوأ ترتيب في تاريخ. صحيفة القبس رثت حال الأزرق فعنونت أسوأ تصنيف للأزرق، وأشارت الصحيفة إلى أنه كالعادة يأتي التصنيف الشهري للاتحاد الدولي ليبعث مشاعر الحسرة والحزن على جماهير الكرة السعودية، وذلك في ظل غياب منتخباتنا وفرقنا الوطنية عن المشاركات الخارجية بسبب الإيقاف الجائر المفروض على كرتنا المحلية منذ أكتوبر 2015. أحدثت الجولة الرابعة لدوري نجوم قطر تحولا مهما على المستوى التهديفي، إذ حفلت مبارياتها بكم كبير من الأهداف وصل إلى 27 هدفا، وهو الرقم الأعلى الذي تشهده البطولة في نسختها الحالية حتى الآن. صحيفة الراية لخصت مخرجات الجولة في عنوان إبداع في القمة وضياع في القاع، وحفلت هذه الجولة بنتائج قاسية وغير متوقعة في أكثر من مباراة، حيث منيت بعض الفرق بهزائم من النوع الثقيل لا سيما بالنسبة إلى فريقي الأهلي والعربي، وكانت الحصة الأكبر من هذه الأهداف من نصيب فريق الدحيل الذي عزز تواجده عند القمة برصيده الذي بلغ 12 نقطة بفوزه على الأهلي بستة أهداف لهدف ليبقى متقدما على مطاربه فريق السد بفارق الأهداف بعد أن كان الأخير قد نجح هو الآخر في الفوز على فريق قطر بثلاثة أهداف لهدف. وإلى الدوري الأردني، فقد هبت رياح التغيير مع اعتلاء الرمثة لصدارة البطولة على حساب الغريمين الوحدات والفيصلي. صحيفة الرأي تابعت فعنونت إذا هبت رياحك، فقد هبت رياح الرمثة لتغتنم نقاط مباراة الوحدات وتعتلي الصدارة بعد أن تفوق غزلان الشمال بالأداء والنتيجة على ضيفهم الأخضر لينتهي اللقاء بفوز الرمثة بهدف نظيف، كما جاءت باقي نتائج الجولة لصالحهم بعد تعثر كل من الفيصلي والجزيرة أيضا. ماذا يخبئ الإيطالي ألبرتو زاكيروني في جعبته ليقدمه للمنتخب الإماراتي؟ وهل قبوله للمهمة يندرج تحت بند المغامرة؟ الإعلامي محمد البادع ترك الإجابة مفتوحة من خلال مقاله المنشور على صفحات الاتحاد. نتابع.
يأتي المدربون ويذهبون ويبقى الحلم ليس أمام اتحاد الكرة سوى أن يجتهد وأن يحاول. لا نشكك إطلاقا في نواياه وأنه يسعى لأفضل الخيارات، هو يريد النجاح قطعا، لكن كل مدرب بمثابة مغامرة محفوفة بالأمل والرجاء. ويبقى الفريق ذاته أكثر من نصف المعادلة، يبقى هو القماش التي على المدرب القادم أن ينسج منها ثوب السعادة. اتفق اتحاد الكرة مع الإيطالي ألبرتو زاكيروني لقيادة الأبيض حتى نهاية كأس آسيا 2019 ليكون خلفا للأرجنتيني باوزا الذي انتقل لقيادة الأخضر السعودية. والحقيقة أن الفترة التي مضت شهدت تحركات واسعة لاتحاد الكرة وللجنة الاختيار برئاسة عبد الله ناصر الجنابي، والتي بذلت جهدا مقدرا، وأملنا معها أن يكون زاكيروني فال خير على كرة الإمارات وأن يتمكن من أن يعود بنا من الباب الواسع وأن يحقق المراد، وهي الآن كأس آسيا بعد ضياع حلم التأهل للمونديال. ويمتلك الإيطالي ألبرتو زاكيروني سيرة ذاتية طيبة ونجاحات عديدة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، آخرها وأهمها تجربته مع المنتخب الياباني. وبالرغم من الاختلاف الواضح بين الكرة الإماراتية واليابانية، إلا أن الرجل بعطائه في اليابان أثبت أنه قادر على التكييف مع مدارات كروية متنوعة، وهذا التكييف هو ما نعول عليها. والأهم أن الاتفاق بيننا وبينه نص صراحة على ما نريد وما يريد، فقد تمسك بجهازه المعاون وتمسكنا بما هو أكثر من التمثيل المشرف وبناء منتخب قوي وغيرها من العناوين الفضفاضة. الآن نحن في انتظار بطولة يستحقها هذا الجيل. كما أعتقد أن مدة العقد والبالغ عاما وثلاثة أشهر مثالية، فلا هي بالطويلة التي تلزمنا بشروط قبل أن نرى المؤشرات، ولا هي بالقصيرة التي لا يمكن أن نلمس فيها تطورا طرأ على الفريق، لا سيما وأن أي مدرب قادم قطعا لن يبدأ من الصفر. فالأبيض رغم كل شيء منتخب باتت له بصمته الخاصة، ومن تعاقبوا عليه تركوا أثرا باقيا لا يمكن إنكاره. أما الأثر الأهم فهو لهذا الجيل ذاته الذي يرغب في تحقيق إنجاز يكمل به مسيرته الناجحة ويعوض به حلمه الأكبر. الآن ليس أمام الجميع سوى العمل على اتحاد الكرة الذي قطع كل هذا المشوار بحثا عن مدرب يلبي طموحاته، أن يوفر له الأجواء المناسبة للعمل وأن يطلق يديه في الاختيارات الفنية كما يشاء، وأن يوفر له مباريات ودية دولية تكون بقياس حقيقي لحلمنا، وأن يتحلى بالشفافية التامة وتحمل المسؤولية أمام الرأي العام. وعلى اللاعبين أن يثبتوا أنهم يريدون إسعار جماهير الإمارات. كلمة أخيرة، كم أتمنى أن يبدأ منتخبنا مبارياته الدولية بلقاء منتخب مصر الشقيق. دعونا نبدأ بالاحتفال. نبقى مع صحيفة الاتحاد التي أشارت إلى تمسك الإيطالي زاكيروني بجهازه المعاون الذي يضم ستيفانو أغريسي مدربا وأغوينو ألباريلا المدرب الثاني ومسؤول الإعداد البدني والأحمال وموريزيو غويدو مدرب الحراس. إصرار الثعلب على طاقمه المساعد كان محط اهتمام الصحيفة التي عنونت زاكيروني يستعين بظله في جهاز الأبيض. ويميل زاكيروني لتوزيع صلاحياته على أفراد الطاقم المعاون بحيث يتولى ستيفانو إغريستي مهمة متابعة اللاعبين في الدوري المحلي بالإضافة إلى زاكيروني الذي يتابع الدوليين، بينما يكون لإغريستي مسؤولية متابعة المواهب القادرة على دخول توليفة المنتخب بعد مراجعة أبرز الأسماء مع زاكيروني، وهو ما برع فيه الثنائي خلال التجربة اليابانية على وجه التحديد ومكنتهم من اكتشاف مواهب عدة. وفي الجزائر خرج اللاعب الدولي السابق رابح ماجر عن صمته الطويل وتحدث عن خبر تعيينه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز الذي أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي والإعلامي خلال الأيام الأخيرة. ماجر فتح قلبه لصحيفة الشروق والتي خرجت بعنوان على لسانه يقول: أنا مدرب الخضر وسأرد على من هاجموني. حيث قال ماجر في تصريح خاص به الشروق: استمعت هذه الأيام إلى كل من هاجموني وانتقدوني عبر الجرائد والقنوات التلفزيونية، لن أرد على أي أحد الآن، أضرب لهم موعدا الخميس المقبل خلال الندوة الصحفية التي سأعقدها وهناك سيكون كلام آخر. وفي رده على سؤال الشروق حول الحديث عن اعتماده على اللاعبين المحليين فقط في الخضر وإقصاء المحترفين، رد صاحب الكعب الذهبي قائلا وهو غاضب: أنا المدرب المقبل للمنتخب، لكن من قال إني سأعتمد على اللاعب المحلي فقط؟ هذا حديث لا أساس له من الصحة، ولا أريد التكلم كثيرا لأن المناسبة ليس لها علاقة بالرياضة. انتظروني قريبا.
وتصفية الحسابات، الانتقام، الحقد، البرستيج، النفوذ والمال. بهذه العناوين خرجت صحيفة الشروق واصفة التراشق الذي يدور داخل أروقة بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث تعيش الكرة هناك على وقع عواصف هوجاء وتطاحن بين العديد من الأطراف، وهذا منذ وصول خير الدين زطشي لرئاسة الفاف يوم 20 مارس الماضي خلفا لمحمد روراوة الذي أدار مقاليد الهيئة الكروية لمدة 12 سنة منذ مطلع الألفية. صحيفة الشروق ومزيد من التفاصيل. عرّى الواقع الذي تمر به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الوضع الذي تشهده المنظومة الكروية التي تعيش حالة غير مسبوقة بسبب الأزمة الطاحنة التي أفرزتها الجمعية العامة الانتخابية التي جرت في 20 مارس الماضي، والتي جرت وسط جدل قانوني كبير بسبب الدوس على القوانين وتوجيه الجمعية العامة بأمر من وزير الشباب والرياضة وأطراف نافذة في السلطة نحو مرشح وحيد هو خير الدين زطشي قصد التخلص بسرعة من الرئيس السابق محمد روراوة وأتباعه. وبرزت أولى بوادر الأزمة بعد أن قام المكتب الفيدرالي الجديد بمحو آثار سلفه بقيادة روراوة، واستفز رئيس الفاف سلفه محمد عبر بيان رسمي عندما قال أنه ورث وضعية كارثية عن المكتب السابق في تبريره للصعوبات التي يواجهها في تسيير الهيئة الكروية، قبل أن يرد عليه روراوة عبر الشروق مطالبا إياه بالصمت والعمل على التأهل إلى المونديال مرتين ونيل التاج الأفريقي واحترام القوانين بدلا من التهجم عليها. وفتح زطشي عدة جبهات صراع في آن واحدة، وسخر وقته واتحاديته للرد على منافسيه والاهتمام بتفاهات ومسائل هامشية بدلا من القضايا المهمة والكبرى، ما ينبئ بمستقبل أكثر سوادا للفاف والكرة الجزائرية ومعها المنظومة الكروية التي تعيش أصلا مشاكل لا حصر لها على غرار العنف والرشوة وترتيب نتائج المباريات بداية من الأقسام الدنيا إلى غاية أندية الرابطة المحترفة. ويرى المؤيدون للإدارة الحالية للفاف أن الإدارة السابقة لم تتجرع إلى حد الآن التغيير الذي طرأ على الهيئة الفيدرالية، وجاء ذلك على لسان زطشي في تبريره للأزمة الحاصلة بين القطبين، بينما يرى مؤيد الرئيس السابق أن الإدارة الحالية بصدد تحطيم ما بناه المكتب السابق والانتقام منها وتقسيم إنجازاته والانتقاص من قيمته وتسويد صورته أمام الرأي العام. وأفرز هذا الوضع بداية حراك على مستوى المنظومة الكروية مع ظهور بوادر إنشاء معارضة تخطط لسحب البساط من تحت أقدام المكتب الحالي بقيادة زطشي، وسط حديث عن تضامن واسع لقطاع كبير من تركيبة الجمعية العامة للفاف مع القطب الذي يقوده المكتب السابق، بل وأكدت بعض التسريبات أن مسؤولين عن المكتب السابق التقوا مرات عدة وأشرعوا في بحث خطة بديلة للمكتب الحالي وترشيح بعض الأسماء لأجل الانقلاب عليها، زاعمين حصولهم على دعم أطراف نافذة في الدولة فضلا عن مساندة من بعض أعضاء المكتب الفيدرالي الحالي. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام وإلى جولتنا في الصحافة العالمية التي نبدأها من أعرق البطولات الأوروبية تشامبيونز ليج، حيث تتجه أعين عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم إلى ملعب سانتياغو برنابيو الذي يحتضن مباراة من العيار الثقيل، وذلك عندما يحل توتنهام الإنجليزي ضيفا على ريال مدريد الإسباني في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. صحيفة الماركا أبرزت الموقعة المنتظرة لتكتب في عنوانها عادة الليالي التي تثير شغف البرنابيو،
وقالت الماركا: دور الأبطال دائما وأبدا يجعل ريال مدريد يقدم أفضل مستوياته. لقاء اليوم مع سبيرس سيكون قمة، والصراع سيكون محتدما على خطف الصدارة والاقتراب من التأهل. وذكرت الصحيفة أن توتنهام بقيادة هدافه هاري كين يأمل في فك العقدة التي يعاني منها أمام الريال، وذلك بتحقيق الفوز وزيارة شباكه، حيث سبق وأن التقى الفريقان في 4 مباريات بمختلف المسابقات الأوروبية لم يتذوق خلالها توتنهام طعم الانتصار، كما فشل في زيارة شباك النادي الملكي. وفي لقاء آخر يحتضن ملعب الاتحاد مباراة من العيار الثقيل، وذلك عندما يحل نابولي متصدر الدوري الإيطالي ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي. صحيفة الكوريري ديلو سبورت سلطت الضوء على المواجهة لتصف القمة في عنوانها جمال أوروبا. وقالت الصحيفة: المواجهة الأجمل في أوروبا، المان سيتي ضد نابولي، ومواجهة منتظرة بين مدربين رائعين هما بيب غوارديولا وماريسيو ساري في عرض مميز ومنتظر لكرة القدم الرائعة. ويسعى مانشستر سيتي للحصول على الفوز الثالث على التوالي لضمان صدارة المجموعة السادسة، فيما يبحث نادي الجنوب الإيطالي عن الفوز الثاني من أجل زيادة حظوظه بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة. الآن إلى جولتنا مع الرسومات الكاريكاتيرية المنشورة هذا اليوم، والتي نأخذكم من خلالها مع صحف الأيام البحرينية والجزيرة السعودية والقبس الكويتية. وإلى همستنا قبل الختام، يصادف اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر يوم المرأة العمانية، فهي حقا مناسبة جديرة للاحتفاء بها كونها تسلط الضوء على ركن أصيل من أركان التنمية، كيف لا وهن شقائق الرجال. وأبت نجمة منتخب التنس لاعبتنا فاطمة النبهانية أن تمر هذه المناسبة من دون أن تقدم للوطن هدية باسم المرأة الرياضية، تمثلت ببطولة تونس الدولية للاعبات المحترفات. النبهانية مثال حي على أن المرأة العمانية القادرة على تحقيق الإنجازات أو قادرة على تحقيق الإنجازات إذا ما لاقت موهبتها مزيدا من الدعم والاهتمام. بارك لفاطمة هذا التتويج ببطولة تونس الدولية، ونتمنى أن يكون محطة لعودتها من جديد إلى سابق تصنيفها الدولي. نبارك كذلك للمرأة العمانية يومها، ودائما تسير بكل تأكيد نحو المزيد من الإنجازات من أجل أن يرفع علم هذا الوطن دائما عاليا خفاقا في كل المحافل، وهنيئا لها التكريم السامي من لدن قائد هذا الوطن العزيز. إلى هنا وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا من برنامج عناوين، غدا بإذن الله موعد يتجدد مع عناوين رياضية متجددة. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.